مرحب بكم أعزائي المشاهدين الكرام في هذه الإطلالة وفي هذه الأمسية الرائعة مع سعادة المستشار الحالي القاضي الذي له بصمة واضحة في الشارع الأردني من خلال عمله الدؤوب في عدة مجالات حتى يعني أصبح نبراسا يقاس به لكل فرد من خلال استقباله وحفاوة استقباله ومن خلال جميع ما استوعبه من أفكار وخبرات دولية. رحبوا معي الآن بسعادة المستشار القاضي دكتور عبد الناصر أبو نوار. الله يعطيك العافية سيدي ومسيك بالخير. وسهلا بكم ومسيكم بالخير، شرفتونا. أشكرك سيدي. الله يكرمك سيدي. يعني في البداية يعني إحنا بهذا البرنامج دائما نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن الغالي. الحمد لله. وما شاء الله عليك، أنت من نخب النخب هذا الوطن الغالي. السؤال الذي المعتاد دائما أنه من هو هذا الضيف، من هو هذا الشخص، لكن أنا سأبدأ من نقطة أستطيع أن أتحدث معك بها. أنت الآن عضو فعال في المحكمة الدولية. نعم. عرفنا في البداية شو هي المحكمة الدولية وطرق الحصول على هذه الشهادات قبل عملك في الدؤوب في الملكية الأردنية. ياريت أن تطلعنا على هذه التجربة وكيف تقدر أنك توصل هذه التجربة لأكبر عدد من شرائح الأردن. بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بيكم وشرفتونا. الصحيح المحكمة الدولية لتسوية النزاعات وفض النزاعات هي محكمة منبثقة عن هيئة الأمم، أسست بقرار من هيئة الأمم تابعة للمحكمة العدل الدولية سنة 76. نعم. بقرار المادة رقم 31 على 89. أنت بعد ما خلصت من الملكية. نعم. كيف استدليت على موضوع اللي هو بالذات المجلس أو التابع لجامعة الدول العربية من خلال التحكيم الدولي؟ الصحيح صديق إلي مرشح اسمي في مجلس الوحدة الاقتصادي. نعم. التابع لجامعة الدول العربية. صحيح. بناء على خبرتي بالملكية، وطبعا هون برجع الفضل للملكية لدوراتها وتدريبها اللي دربتنا إياه وأوجدتنا، صار عندنا خبرة، صار عندنا علم في مجال الطيران والأمور هاي. نتج عنه أنه تم ترشيحي لمجلس الوحدة الاقتصادية من أخ، ومجلس الوحدة الاقتصادية طلب مني أن أكون من ضمن هيئة التحكيم الدولية. تمام. كمحكم، لكن هاي لها شروط. كان أخذت من الشروط أنك تأخذ دور التحكيم مشان يعني تصير على أوجه متسع من القوانين بنفس مجال عملك. المجال التجاري. مجال التجاري بشكل تجاري عام. بشكل عام. نعم. أنهينا الدورة والحمد لله، وبدأنا العمل مع هيئة التحكيم الدولية. تمام. اللي موقعها حاليا في القاهرة، والدورة يعني كانت بإشراف IMCT وبإشراف جامعة المنصورة وبإشراف هيئة التحكيم. عن بالذات دكاترة. نعم. دكاترة القانون في القاهرة، علماء بالقانون. يعني أعرف منهم يحيى. نعم. الجمل، وأعرف. نعم. كثير منهم يعني كثير منهم. وبمشاركة كانت نقابة المحاميين العرب ونقابة محاميين مصر. تمام.
انت انهينا الدوره وبلشنا العمل. الدوره كانت مكثفه جدا كانت، بس برضو هي مكثفه وكان فيها مده زمنيه لاخذها، يعني ما ضغطوها واعطوها حقها للدوره بالاصل، وكانت على يد خبراء طبعا، دكاتره في القانون من جامعه المنصوره ومن جامعه القاهره ومتقاعدين قانونيين، حطونا في مجال التحكيم التجاري. تمام. بعد فترة يعني أعطوك المعلومات الكاملة. نعم. أنه كيف نعم كيف يصير كيف جلسة التجاري. التحكيم وما هي قوانينها وما هي نفاذ قوانينها وما الشروط تبعها. يعني الموضوع مش سهل كان. لا مش سهل، لأنك تتحول أنت كمحكم إشي مش سهل، زائد خبرتك زائد علمك زائد هذا، لكن بدك تكون مطلع على أمور أخرى جانبية قانونية بالإضافة إلى أمور. يعني أنا بذكر يجوز وأنت نفس الشيء، إنه درسنا في الجامعات إنه كان يعطونا مبادئ قانون دولي خاص. بالضبط. فهذه الأمور بتمر عليها، لكن التحكيم الدولي هم بركزوا عليه. كيف تستطيع تحكم بين شركتين أو دولتين؟ يعني سواء شركتين خاصات أو كل واحدة في دولة. بالضبط. أو بين دولتين. دولتين تحكم بيهم، زي ما مكتب الجازي حكم بين الأردن وتركيا. صحيح. كان الدكتور الجازي هو من حكم بيهم واستطاع يعني إنه يحصل حقوق للأردن. يعني بدورة التحكيم هذه إنه وجدت أنا ملاحظة مهمة، إنه دمجوا أو مش دمجوا، إنه عملوا على موضوعها هو الخاص والعام. والعام نعم. يعني قانون دولي شاملة. خاص وقانون دولي هي عام. شاملة. الدورة بتكون شاملة. طبعا. وبعد انتهاء الدورة طبعاً تمنح الشهادات الرسمية المصدقة رسمي من جامعة الدول العربية، ومن بعد فترة من العمل معاهم والهذا تم ترشيحي للمحكمة الدولية في لندن لتسوية النزاع. ما شاء الله. وفضل من الله يعني أخذ دورة بكيوت كوليج من لندن، دورة بلندن من كيوت كوليج، وأصبحت أحمل الزمالة من نفس الكوليج كيوت كوليج الزمالة عندهم لمنطقة الشرق الأوسط للتحكيم والقضاء في تسوية النزاعات. فارتئينا أنه يعني بالنقاشات مع المحكمة و دخلتم في قضايا معينة. لحد الآن ما دخلنا إحنا، لأنه انتظرنا تأسيس مكتبنا وإيجاد المكتب اللي هي الوحدة القضائية. نعم. طبعا مع الدكتور مدحت البنا. مدحت البنا في علامة يعني في مصر الآن موقعه، يعني هو نائب رئيس المحكمة. يعني بتحكي عن مدحت البنا. نعم. بتحكي عن عالمي. معالي مدحت البنا هو نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط. نعم صحيح. وأفريقيا. ما شاء الله. يعني شمال افريقيا ولا افريقيا كامله؟ افريقيا كامله مع الشرق الاوسط. ف طبعا بالاردن تم ايجاد ممثليه براسها السيد رأفت الشاعر، لكن ارتئينا معاهم بعد النقاش انه هناك مشاكل نستطيع حلها كمحكمه بايجاد وحده تحكيم تخص الاردن. يعني المادة 11 في القانون الدولي تنص على العهد الدولي نعم على تنص عدم حبس المدينة، ولكن يجب إذا كان سوف تسمو على القانون الداخلي إذا تمر بالمراحل الدستورية. ما هي المراحل الدستورية؟ بدها موافقة من المحكمة الدستورية وبدها مجلس النواب. يعني بالأصل تمر مجلس النواب طبعا. أي شيء المحكمة الدستورية تمرها حسب القانون الأردني، يجب أن تمر بالمراحل هذه التشريعية، الموافقات التشريعية اللي
يتم التعامل معها. طيب سيدي، الآن في 113 نائب وقعوا على هذه المذكرة على أساس أنه بالدورة العادية لا لحبس المدين، لكن ما بتعرف شو بيصير، ما عرفنا شو بقيتها. لكن إحنا السبب اللي تدخلنا بهذا الموضوع أنه أستاذ الدكتور فخر الناصر وهو أمين عام المنظمة الدولية الألمانية الدولية للسلام توجه، وهو بالإضافة لعمله كأمين عام هو عضو في حقوق الإنسان بجنيف بهيئة الأمم، توجهوا له بشكوى يعني انهم المتعثرين خاصة الإخوان اللي بتركيا، توجهوا بشكوى حقوق إنسان بجنيف. بجنيف ليس في الولايات المتحدة الأمريكية، لا بجنيف اللي هي حقوق الإنسان، لأنه في لغط في الموضوع في نشطاء اللي موجودين يعني مثل أبو كرم القدومي وآخره. لن أعلق، لا لا أنا بدي أحكي عن نقطة مهمة، أنه ذهب إلى المحكمة في أمريكا. لن أعلق، لكن أنت لن أعلق على مع احترامي لشخصه الكريم، مع احترامي لكذا، بدأت الأمور في تركيا والأخ الجراوني رئيس جالية المتعثرين واللي بلغ عددهم حسب الإحصائية التركية 60,000 فقط في تركيا، في تركيا غير أوكرانيا غير القاهرة غير هذا، بدأت مع حاولوا إرسال رسالة وتم الاطلاع عليها من الدكتور فخر الناصر اللي استطاع إيقافها. هي لن تؤثر على الأردن، خلينا نكون صريحين، لكن تكون نقطة مش كويسة في المعاملات مثلا مع الصندوق الدولي مع الأمور. وكانت للأسف أنها في لغة إنجليزية ركيكة، فقام السيد فخري مشكور وهو يحمل الجنسية الدنماركية ولكن يعتز بأصله الأردني، ما شاء الله عليه، أوقفها وطلبوا مفاوضات مع الإخوان في تركيا خاصة، فتوجه إلهم حكى معهم وفهم المطالب والهاي، فقام بالاتصال بأحد الأعضاء الإخوان بالمحكمة الدولية القاضي علي أبو سبيط. صدفت في هذيك الفترة وجودي بتركيا أنا، فحولوها عندي، فاجتمعنا أنا والأخ فخري واجينا على الأردن واتصلنا بالدكتور علي الزيود وهو دكتوراه ومحامي ومستشار، اجتمعنا ثلاثتنا واستطعنا تقديم دراسة بالوجهات القانونية الكاملة إلى الجهات المختصة. هذا يعني هذا خلال الفترة هاي الفترة هذه حالي، نعم خلال الأسبوع الماضي تم تقديمها، وإن شاء الله إنها سيكون لها نتائج بإذن الله، لأنه المتعثرون في حين تم حل مواضيعهم بإذن الله ستعود الحركة الاقتصادية والعجل الاقتصادي الأصل يعني. نعم هي كلها ستقوم هون، لكن ما حفظ حق الدائن 100% 100% يعني. لا أنا بدي يعني ألخص ما تكلمت فيه عبر الشاشة، أنه لا لحبس المدين المادة 11 اللي بتنص في المعاهدة الدولية تطبق هذه، لكن إذا وافق الدستور الأردني على ذلك. أرجو يا أخوان أنكم تفهموا هذا الموضوع، أن المعاهدة الدولية صحيح أنها تسمو على القوانين الداخلية بعد موافقة الدستور الأردني بمراحله التشريعية وأيضا الدستورية. بالضبط، لأنه للأسف يعني ما بصير إني أقول الآن طبق المادة 11 وهي ما أخذت المسار، متى تأخذ مسارها؟ هاي النقطة الكثيرة. بالضبط، هي اللغط اللي قاعد بصير. يعني إحنا قضاءنا نزيه وعادل يعني ويسمو على كل قضاء، خلينا نقول في منطقة في المنطقة. صحيح يعني لا يمكن تكون عنده المادة ومفعلة وقضاتنا
ما يستعملوا. يعني كثير انا بحضر اللايفات للاسف لا لحبس المدينه. طب ماشي شو اللي يطلع الماده 11 هاي ما اشيع، لكن الماده 11 يجب ان تمر بمراحلها الدستوريه في كمان الدائن له حق كبير. هي يجب يعني هون تاتي دور وتنظيم المحكمه الدوليه، تسويه النزاعات. هو ادين النزاعات يبدا نزاعات، اذا استطعنا ان نوصل الاطراف الى حلول والى اتجاه واحد حلول مناسبه بالضبط، وهذا ورد بالقران صحيح، فصبروا الى ميسره صحيح. وهذا ما يطلب منه نظره الى ميسره، لانه صاحب المال برضه بحاجته هو بده يشتغل به. والتاجر احنا نتكلم عن التجار المتعثرين وليس النصابين. النصابين هم حالات تانية بالضبط، ما لنا دخل يعني. نحكي واقع الواقع، الواقع هي الأمور هذه. فبناء عليها إن شاء الله يعني دولتنا ما شاء الله متفهمة أوضاعهم، وحتى وزير العدل السيد بسام هو متفاهم يعني. أنا لاحظت وعمل اجتماعات وفي بعض الشغلات إنه عملوها إنه بالضبط الإعدام المدني اللي يوصفوه إنه بحيث إنه يعمل لكي يسدد، وأيضا هي عملية تنظيمية يعني. إذا أنت وقفت عنه الحبس، هم بهربوا لبرا من الحبس بالضبط، إنه ما بدي أنحبس خليه، وأنا شو بدي أستفيد من اللي حبسته. وحتى الحجز اللي بيتم على أموالهم قال بيتم على يعني خلينا نكون صريحين، في يتم على أموالك أكثر من الدين. لا يا أخي احجز بعملية تنظيمية يعني في أساليب يمكن تنظيمها وجمعها مع بعض وعرضها، الدائن يكون مبسوط والمدين يكون مبسوط ويستمر بعمله يعني ما يتوقف العجل الاقتصادي. بدي أسمع منك، هل تبشر الأردنيين في حلول مستقبليه لهذا الموضوع؟ الدوله مهتمه جدا حاليا يعني. انا لاحظت معالي التلهوني يعني معالي الدكتور الاستاذ بسام التلهوني الحقيقه انه رجل قانوني متفهم لكل الامور وهو يعمل. انا في رايي بسميها ليلا نهار، وعمل لجان قبل فتره وهو لا يزال متابعين، لكن زي ما تفضلت انت لن نضيع حق الدائن، وبالمقابل سنعطي المدين فرصة أن يعود وأن يعمل في بلده إن شاء الله وتكون الأمور بإذن الله مسهلة. هل تعتقد أنه الأمور ستأخذ مجرى بعيد من السنوات أم لا؟ لا لا إن شاء الله، إن شاء الله ستكون يعني في بحر السنة يا يعني رب. يا رب بإذن الله، لأني بسمع قضايا عن المتعثرين الماليين. نعم للأسف يعني. للأسف أنه طيب هل سيرفع الغطاء الجزائي عن الشك في حال سيدي؟ يجب أن يرفع الغطاء الجزائي عن الشك. أنا ما بعطيك الشك هو حالة ائتمانية وليس حالة تقييدية. عندك الكمبيوتر ليست أداة جزاء، نعم هي أداة وفاء، وهي أداة وفاء وائتمان وليس جزاء يعني. رفض للأسف احنا يعني بعض الاخوان التجار حولوا وصاروا عملوا جزاء وصاروا يرفعوا به دعاوي، وهذا يعني البنك لما قاعد بعطي دفتر الشيكات هي لعملية ائتمانية بين الدائن والمدين لإثبات حق، اما مش عشان احبسه. معظم الدول مطبقة انه الشك لا يحبس، كل معظم الدول المتقدمة يعني، ولكن بالأصل كمان ما بيصير إني أصلاً البنك نفسه إنه يعطي العميل دفتر شيكات ويقولوا يلا روح. يلا روح. يعني إحنا حالياً البنك المركزي دغري قاعد بضرب يعني فوراً على العميل بلاك إذا رجع له شيك. هاي معظم الناس بحسبوها إنه عملية دكتاتورية وتعقيد، لا هي عملية مشان أحافظ عليك. عشان 250 مليون عشان احافظ ربع عليك. مليون يطلعوا برا البلد ما يطلعوا، ما احافظ عليك صحيح. انه ما انك تستمر. احنا نحترم مؤسسه البنك المركزي لانها واعيه جدا. احنا الانظمه خلينا نكون صريحين، الانظمه والقوانين عندنا بالاردن يعني تفوق اي قوانين ثانيه، لكن الاستهلاك
اللي صار والأمور اللي صارت مع الإخوان التجار. صحيح. لا تنسى الأوضاع اللي حوالينا. الله يكون بعونهم. يعني أدى كان إلى يعني كانت السوق العراق فاتح، سوق الشام فاتح، الآن سكروا يعني ركود اقتصادي بالمنطقة، وماخذ شيكات ملايين يعني. الله يكون يعني بعونهم. ركود الاقتصادي اللي صار يعني هي خلافات يعني مالية. صحيح. لا أكثر ولا أقل. يعني بتنحل. وصلت إنه والله العظيم أقسم لك أني رأيت في محل فتي خليني أحكيها بالعامية بلوزة 8-5 دنانير بالأقساط 75 قرش. نعم. بالشهر. لأنه يعني بيبيعوا. لأنه بدي يخلص من البضاعة. بدهم يبيعوا. هو الوضع الاقتصادي. بدي يبيع مشان يستفيد، بدي يبيع مشان يسكر. يسكر ديونه واللي عليه مشان يقدر يجيب بضاعة. نعم. يعني إن شاء الله يعني حكومتنا لا تلو، خلينا نكون منطقيين وليس مديحا. الحكومة الأردنية تتابع مواطنها، وعندما علم جهة مسؤولة. نعم صحيح. قدمت الدراسة إلها من قبل الدكتور علي الزيود. نعم. المحامي والدكتور فخري وأنا بالمعية معهم، كان هناك اهتمام واضح لأمور مواطنينا خاصة اللي في تركيا. لما عرفوا شو أوضاع ناموا بالشوارع ومتشرتين. نعم. للأسف يعني بعضهم بوكل من الاتكيات، يعني أصبحت سمعة الأردن غير ما كان سابقا، وهذا الإشي اللي ما برضو عنه يعني حكومتنا تتابع، سفيرنا هناك بتابع يعني بحاول. حرام الشباب ما مقصرين يعني. ما بيستطيعوا، لكن هذا ما باليد حيلة يعني. هو قانون وقضاء جزائي. صحيح. بس إن شاء الله أنه ستحل الأمور هاي ويعودوا إلى الوطن وبتنعاد الحركة الاقتصادية والهاي. أنا شخصيا متفائل إن شاء الله. يسير. متفائل إن شاء الله. يعني منطمنهم يعني بالصبر. أنا أنت وجهتني الآن لتوجيه هام جدا، أنه لا لحبس المدين. نعم. ماشي، لكن الدستور أصلا ما ناقشها ولا مجلس النواب. نعم. ناقشها ولا مجلس الأعيان. لم تأخذ الصفة التشريعية الكاملة. بالضبط. لما تأخذ الصفة التشريعية احكي لحبس المدينة. لن يتوانوا قضاتنا من تطبيقها، هم أصلاً اللي بحطوا القوانين. صحيح. قضاتنا من المبدعين يعني قضاة الأردن. سيدي يعني نوصل الرسالة الأهم للشعب الأردني بالذات والمتعثرين مالياً، أنه المادة 11 التي وقعت في 2006 غير مفعلة الآن. لا، لم تمر بمراحلها الدستورية لكي تطبق ويستطيع عقوداتنا استعمالها. لو كانت متوفرة بأيد القضاء الأردني لن يتوانى أي قاضي أردني عن استعمالها. جميل. الآن السؤال اللي أحب أطرحه عليك، تحكينا بإيجاز عن خبرتك في الملكية. 33 سنة من العطاء والإنجاز. من العشرة، هي عشرة صارت بيني وبين الملكية، حب متبادل الحمد لله، عمل مستمر مع الزملاء ما شاء الله. الملكية هي سفير يعني رحمة سيدنا عندما منحها التاج ومنحها اسم سمو الأميرة عالية في البداية، هي عشق كانت له واستمرت في العطاء. هي سفيرة الأردن، السفير الطائر هكذا سماها رحمة سيدنا. مدراها في الخارج هم سفراء للأردن. العلم اللي أخذناه بالجامعات وأخذناه بمراحل التعليمية من الدبلوم للبكالوريوس للماستر، كلياته علم يستطيع أي إنسان أنه يدخل الجامعة ويحصل عليه، لكن ما تعلمناه من الملكية الأردنية خاصة في مجال الطيران والعلاقات الإنسانية والتعامل والأسلوب في الحياة كان يختلف. الملكية الأردنية إذا بدنا نصنفها هي مدرسة في علوم الطيران. شكرا لك سيدي. مدرسة. سيدي السؤال الآن موجه لك، لو قدر لك بأن أصبحت في موقع المسؤولية
ماذا سيكون على سلم أولوياتك؟ هذا واحد. وثاني سؤال، ماذا تود أن تقول لي نعمة الأمن والأمان اللي بنعيش فيها في ظل القيادة الحكيمة والشعب الواعي؟ لو قدر أني أستلم مسؤول ستكون على سلم أولوياتي إعادة العجلة الاقتصادية للدوران. جميل. وإعادة العجلة الاقتصادية للدوران تتطلب منا العمل الدؤوب لإعادة أبنائنا المتعثرين إلى الأسواق الأردنية وحل مشاكلهم. يعني حبس المدينة نرجع نطلع عليها، اللي هي حبس المدينة. عندما أعيد المتعثرين ويعودوا للعمل وتحريك الحركة الاقتصادية، أنا متأكد 100% سينتعش، سيأخذ الدائم حقه والمدين حقه وتعود الحركة الاقتصادية. الأردني لا يستطيع العيش بالخارج مهما كان، وخاصة في وضع أن يكون متعثر. صحيح. الأوضاع في الخارج لا تساعدهم، وابن الأردن انتماءه للأردن أكيد. والوضع اللي منعيشه احنا من أمن وأمان هذا فضل من رب العباد، وهي حكمة من رب العباد عطيت للأردن وجود العائلة الهاشمية. شعبنا وجود العائلة الهاشمية وارتباطهم مع الشعب الأردني أصبح وحدة واحدة لا يمكن أنك تستطيع. الأمن والأمان عندنا الوحدة، الوحدة المترابطة بين القيادة والشعب، هذه هي سبب الأمن والأمان عندنا في الأردن. لا أستطيع أني أقول ما سمعته في العراق أثناء خدمتي، أنه ربكو حباكو وحرمنا من عز الهاشميين ووجود الهاشميين. هكذا يقول الإخوان العراقيين أنهم من أيام ما فقدوا ملك فيصل الملكية وفقدوا الهاشميين ابتداء من أيام سيدنا علي بن أبي طالب، فهم لم يجدوا العز. العز ليس بالمال، العز ليس في البناء، العز في وجود الكرامة والأمن والأمان والعدل الذي يفرضه الهاشميون بوجوده. صحيح. أعزائي المشاهدين الكرام، بهذه الكلمات أنهي حواري ولقائي، يعني اللي أتحفنا في لقائه وطلعنا على مزيد من خبرته. لا أستطيع القول إلا أن أقول نلتقي على وطن نختلف فيه ولا نختلف عليه. دمتم برعاية الله. شكرا كل سيدي، كل الشكر لقدومك. الله يكرمك. الله يبارك فيك.